تفسير القرآن بالرأي، فد واحد لا شغلته ولا عند علم زين، ولكن شايف لمجموعة جهالي كرفت عليهم ويحكي ما يريد، نبه لي زين. هذا مصيبة، كارثة، هذا مصيبة موجودة. اتأمل يجي ومنو الشهادة، شو يقدر يقول لهذا المقرود؟ شفتهم، شو يعرف المدرك الدليل شنو؟ هذا يعني مثل واحد قال له أنا شفت اثنين من الإبل بعران، اثنين يتعركن بالسماء، ما تصدق أصعد روح شوفه، هذا شو صعد اللي فوق؟ هاي المصيبة من النوع هاي. ولذلك الواقع عن الجهل مرض لا مرض بعده. أنا أكد لك، أنت تشوف هالمصائب دول اللي نعبر عنهم جراثيم مال مستنقعات، دول وين يعيشون؟ يعيشون في مستنقع الجهل. هذا لو أكو قاعدة عدها علم أو عدها وعي، لا توخر عن الطريق تنحيه، لأن المفروض أن العلم أساس الحياة الكريمة. ولذلك تنبه تعبير القرآن الكريم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع شيء مو مستند إلى علم، لأن الله عز وجل غدا يسألك، أنت كنت يعني تتصرف تصرف نابع من علم، ما تعرف اسأل اللي يعرف، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المصيبة أهل الذكر قاعدين على حدة ما حد يسألهم، والجهال يعبثون يمينا وشمالا. ورحم الله أبا فراش، بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.